من الأخبار الطبية اللي بنتوقف عندها فكرة زراعة كبد لمريض الكبد، وهو أكيد مش الكبد كامل لكن بيكون فص من الكبد. هل أي شخص قادر على التبرع؟ وهل في شروط ومواصفات خاصة؟ فصيلة الدم مثلا، الحالة الصحية للشخص المتبرع، فكرة التوازن بين مصلحة المتبرع والمتلقي. كل التساؤلات دي هنجاوب عليها مع ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد علي عز العرب، أستاذ البطنة والكبد بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية. ازيك يا دكتور، برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك دكتور. خلينا ناخد المشاهد في عمليه زراعه الكبد من الاول خالص. يعني مصر اثبتت ان العمليات دي ناجحه جدا فيها، امتى ده حصل وامتى قدرنا نقول ان في تطور كبير حصل في العمليات دي؟ شوف حضرتك، احنا بنقول برنامج زراعه الكبد مصر من البرامج الناجحه جدا جدا جدا. احنا بقالنا اكتر من 20 سنه في زراعه كبد مصر، وزراعه كبد مصر بتتم من متبرع حي. للاسف الشديد لسه يعني لم يتم البدء في برنامج زرع من الوفي حديثا، رغم ان القانون اجيز يعني من 11 سنه تحديدا في 2012. ولكن خليني اقول ان برنامج زراعه كبد مصر يعني يؤدى بشكل ممتاز جدا جدا. نسبه النجاح يعني زي النسب العالميه بالظبط، يعني بتعدى 85%. على سبيل المثال احنا عدينا في مصر يعني اكثر من يعني 2500 حاله زراعه كبد. عندنا مثلا على سبيل المثال يعني حوالي 13 14 مركز بيقوموا بزراعه الكبد في مصر، بنسبه نجاح يعني ممتازه جدا جدا. عايز ادي مثال صغير مثلا من المراكز الجيده، سواء المستشفيات. هايل يا دكتور. ايه الحالات بقى يا دكتور اللي يعني درجه خطورتها اقدر اقول ان احنا محتاجين زراعه الكبد؟ خلينا اقول ان موضوع زراعه الكبد دي الحل الاخير لامراض الكبد اللي هي ملهاش امل في ادويه او تدخل جراحي او حاجه زي كده. يعني بيكون حالات تليف الكبد الشديد جدا جدا، خاصه احنا في مصر زي ما حضرتك عارفه موضوع فيروس سي وما ينتج عنه من التهاب مزمن ثم تليف الكبد، ده رقم واحد. برضو الفيروس بي برضو بيؤدي لتليف الكبد. عندنا الامراض المناعيه تؤدي لتليف الكبد. عندنا سرطان الكبد بس له مواصفات معينه بنسميها ميلان كاريتيريا، اللي هي حجم السرطان حجم الورم لا يزيد عن 5 سم، او عده اورام لا تزيد عن 3، كل ورم يكون اقل من 3 سم، يعني في مواصفات معينه. في امراض التمثيل الغذائي دي النسبه برضه اصعب نلاقيها بالنسبه للسن الصغير شويه. فاذا عايز اقول لحضرتك ان زراعه الكبد بيبقى الحل الامثل عندما يفقد الكبد وظيفته الحيويه. والكبد زي ما حضرتك عارفه هو بيساوي حياه الانسان. دكتور، هنا بنتكلم عن متبرع ومتلقي، خلينا نتكلم عن المتبرع. ايه الفرق بين المتبرع في الدول الاوروبيه والدول العربيه؟ هل في الدول الاوروبيه لازم المتبرع يكون متوفي ولا لا؟ ويعني وهنا ساعات بنلاقي زوجه تبرعت لزوجها بفص من الكبد، هل الفص ده كافي ان المتلقي يعيش بيه وهل ده بيأثر على المتبرع؟ طيب احنا بنقول احنا يعني بدأنا حديث مصر بكره من متبرع يعني حي. طيب اوروبا، لا اوروبا النظام يختلف هناك من متوفين، بس هناك وامريكا كذلك عاملين يعني فلسفه الوصيه قبل الوفاه، يعني بيبقى في فلسفه موجوده ان فعلا كل واحد بيبقى عامل وصيه ان هو المتوفي بيتبرع باعضائه قبل يعني بعد ما يموت. بعد ما يموت. فدي طبعا نيجي دول زي اليابان وكوريا الجنوبية، لا زينا من متبرعين أحياء، يعني فدي دي ده الاختلاف. الأنسجة مش لازم قوي، يعني حاجة اسمها اتش ان ايه ده مش لازم قوي. ممكن بالنسبة للدم في حاجة اسمها ريزس فاكتور، اللي هو بنلاقي واحد يقوله إيجابي نيجاتيف، ده برضه مش لازم، لكن لازم فصيلة السن. يعني احنا بنقول من 18 سنة الى 50، في بعض المراكز بتقول لغايه 45 سنه، في بعض المراكز ممكن يقبل المتبرع لغايه سن 55 سنه.
دكتور، يعني ايه اجراءات الجراحه وخطوات الجراحه وايه المتوقع، وازاي اعرف ان الجسم تقبل التبرع ده ولا لا؟ ممتاز. خلينا اقول ان احنا يعني في عده جانب مساله الاسئله في الفريق الكامل. اولا يعني لو تقييم الطب، يعني الفريق الطبي بيشوف المتبرع ده ان هو يكون سليم تماما. في فريق بيسموه الاسكال كوميتي او لجنه الاخلاقيات او القيم، لازم نقعد مع المتبرع، لازم نقول ان هو مش متعرض لاي ضغوط نفسيه عشان يتبرع، يعني ده حق انساني ان واحد يقبل ان هو يتبرع او ما يتبرعش، ما يبقاش تحت ضغط، لازم نتاكد من النقطه. ثاني حاجه ان احنا نقول بقى ان هذا الشخص سليم، في توافق برضه يعني بالنسبه نسميه فلومتري او تشوف حجم الكبد اللي احنا بالنسبه للفص اللي احنا بنتبرع فيه يناسب التكويف بالنسبه للبطن بالنسبه للتلقي في مواصفات معينه. هنا في يعني فريق متكامل، سواء بقى الاشعه، سواء الجراحين طبعا، سواء حتى بالنسبه للقلب تقييم التخدير والحاجات كلها مع الفريق الباطني، يعني فريق كبير جدا جدا جدا. العمليه نفسها بتبقى عباره عن ترابيزتين، يعني ترابيزه خاصه بالمتبرع وخاصه ترابيزه اخرى للمتلقي، والاثنين بيشتغلوا في نفس التوقيت. اقول ان فريق الزرع ده فريق ضخم جدا جدا، ممكن يصل بعض الاحيان ل 50 فرد بين اطباء ومعاونين، ويعني الموضوع كبير جدا جدا. عايز اقول ان التقنيه نفسها تقنيه عاليه جدا جدا، بيحتاج لمهارات عاليه جدا جدا. عايز اقول ان احنا في مصر الحمد لله اكتسبنا الخبرات الدوليه، والدليل على كده النتائج الحمد لله مميزه عندنا. دكتور، يعني زمان كنا بنسمع ان يمكن العمليات دي عمرها قصير شويه، هل ده لسه النظره دي لسه مستمره، ام اللي بيتبرع او المتلقي عفوا لما خلاص بيبقى عنده تم طبعا التطابق وكل حاجه خلاص ما بيبقاش محتاج تاني انه يعيد العمليه او ولا لا؟ شوف، هو في نسبه صغيره، يعني في بعض الاحيان بيسموها ريكرنس، يعني في بعض الاحيان بعض الامراض بيحصل فيها عوده، خصوصا بعض الامراض الدماغيه بالنسبه لسرطان الكبد، يعني بيكون الموضوع ان هو فعلا مناسب للزرع، وبعد الزرع ممكن في نسبة صغيره جدا ممكن يحصل ارتجاع او انتكاسه. فالناس دول بيتعمل لهم برضه اعاده زرع بمقاييس معينه طبيه. أستاذ دكتور محمد علي عز العرب، أستاذ البطنة والكبد بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، بشكر حضرتك على المعلومات القيمة والمفيدة اللي زودتنا بها في الحلقة.